مشروع سميس هو أحد المشاريع الرئيسية في دولة قطر والتي تعني بالقطاع السياحي والترفيهي. المشروع عبارة عن 8 مليون متر مربع وسيكون واجهة سياحية في المنطقة وليس في دولة قطر فقط. شركة ديار القطرية لها باع طويل في التطوير العقاري حول العالم ولها استراتيجيات واضحة في عملية طرح المشاريع وتصميمها وتنفيذها. طبعا مشروع سبيس من فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص حيث يضم أكثر من 16 قطعة أرض سياحية للقطاع الخاص تشمل منتجعات موزعة على 4 مناطق فريدة بالإضافة إلى مدينة ألعاب ضخمة وملعب غولف عالمي بالإضافة إلى المارينا واليخوت ومطاعم تجارية كلها متاحة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. سيساهم مشروع سبيسما في رفع نسبة مشاركة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 7% إلى 12% بحلول عام 2030.